خلال شهر رمضان كيتزاد عدد الحالات اللي كتوافد على عيادات طب الأسنان اللي كتعاني من مشكل تعفن الأسنان اللي المصدر ديالو كيقدر يكون الأسنان أو اللثة. السبب الرئيسي في هذه التعفنات هو جفاف الفم اللي كيخلي واحد النوع من البكتيريا كتسمى لي بكتيريا انايروبيك اللي هي كتخلي التعفن يتزاد ويدوز من واحد المرحله اللي كتسمى كرونيك من واحد المرحله ايغو اللي هي حاده واللي هي كتعطي الاعراض ديال الانتفاخ والالام او الحمى. باش نجنبوا مشكل تعفن الاسنان خصنا طبعا العلاج الاول كيبقى هو الوقايه، والعلاج الاهم هو التوجه عند طبيب الاسنان قبل ما يبانوا هذه الاعراض، حيت تعفن الاسنان واحد الحاجه ماشي هينه كتقدر تتطور من واحد المرحله اللي هي متقدمه وكتسمى لي سيلوليت، وكتقدر تدوز الانسجه المحيطه بالفم واللثه، وكتقدر تدوز كذلك عبر الدم واللي تقدر تعطي واحد المرضي اللي هي غراف وكتسمى لا سيبتيسيمي.